اللعيبه النهارده ادوا اداء كويس. انا مش ببص على النتيجه قد ما ببص على ادائهم، لان احنا محتاجينهم الفتره الجايه. فتره لعيبه النادي الاهلي الفتره الجايه، فتره اللعيبه اللي اتربت في النادي الاهلي، اللي عرفت معنى النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي، قلبهم اتربوا بقالهم فتره فيه، فقلبهم بيبقى قوي جدا، قلبهم بيبقى عارفين القيمه اللي هي بتاعه النادي الاهلي. ف بنحاول ان احنا ان شاء الله ندربهم كويس، نحاول ان احنا نعلمهم كويس، نحاول ان احنا نغرس فيهم يعني ايه النادي الاهلي. ودي مهمه جدا، ودي رساله ان احنا ازاي اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي نعرفه ازاي فلنته، ازاي جمهوره. هو ده اللي هي مهمه عندي قوي، ودي اللي انا دايس فيها كويس وشغال عليها، بس ان شاء الله تكمل ويكمل ان اللعيبه تبقى متواجده. ومش المهم نطلع لعيبه بس للفريق الاول، المهم ان احنا نطلعهم وننجحهم في الفريق الاول، لان دي نقطه مهمه مهمه للغايه. اللعيب ممكن يبقى لعيب كويس قوي وممكن ما ينجحش بطريقه غلط، لكن ان شاء الله الايام الجايه دي المعالجه هتبقى صح، وان اللعيب حتى اللعيبه اللي بتيجي من بره المفترض ان احنا يجب ان الناس اللي مسؤوله يعني في الـ في الـ في الفريق الاول وفي قطاع الناشئين وانا في الشباب لازم نكون عارفين ان احنا لينا يعني مناطق بنشتغل فيها. المنطقه الاولى ان احنا بنعلم الولد ازاي ان هو يبقى قوي وازاي ان هو يكسب، ونعلمه ازاي يبقى هو متفاني للنادي بتاعه. المرحله الثانيه اللي احنا بنعلمه فيه ان النادي الاهلي جمهوره كبير ونادي عظيم فعلا، واحنا مش بنقولها نادي القرن والنادي ما يستاهلش اي حاجه بتحصل فيه، ولكن بتحصل كبوات كده ممكن نعدي منها، ولكن بالترتيب وان شاء الله هنعدي سنه سنه، وان شاء الله اللعيبه اللي هي متواجده تقدر تشيل النادي الاهلي، واي واحد يطلب فهو تحت امر النادي. عديت بمرحله بنادي الاتحاد السعودي، وده نادي كبير قوي وكبير قاسي يعني، عديت بيه في المرحله دي. من اللاعبين كان في احباط، سكتهم بعد 6 هزايم، الحمد لله كسبنا 3 مباريات ورا بعض اللي بعديهم، لان الموضوع النفسي اكتر. اللعيب لحم ودم، المفترض ان في لعيبه يعني ممكن تيجي بشخطه، لعيبه ممكن تيجي بخصم، لعيب ممكن يجي بصداقه، لعيب ممكن يجي بالتزام. اللعيب لازم نعتبر ان هو لحم ودم يعني، مش اله ان احنا بنتكلم. عشان كده احنا بشتغل على الحته النفسيه قوي، دي ضروري قوي يعني. احنا النهارده ضيعنا يجي 17 جون، دي حقيقه يعني، انفرادات وحاجات كتير قوي، ولكن في الاخر عايز اقول لك انه ده لسه صغير، هنبدا نعلم فيه. هو انا مش لسه صغير سنا، لان انا بعتبر اللعيب اللي لازم يلعب 16 17 سنه في الفريق الاول يعني، لكن انا بتكلم في الفتره دي للظروف اللي احنا فيها، هنعلمه ازاي ان هو يكون عايز، اللي هو ازاي يكون شغوف ان لما النتيجه تطلع 4 يجيب 5 6 7. ان شاء الله دي جايه. واحيانا انا بطلع من مباريات كسبان وكسبان كويس وبدي خصومات. انا طبعا حزين جدا ان احنا خسرنا بطولتين، وبس مش دي نهايه العالم. طول عمرنا النادي الاهلي بيقف على رجله. ايه الفرق ما بين البطل والنادي العادي؟ ان انت لما بتقع بتقوم تقف على طول. هو ده النادي الاهلي. حصل لنا كبوات كتير وانا بلعب، حصل لنا كبوات، وقفنا وكنا رجال، بس بالهدوء وبالتفاني. لازم نتفانى كلنا، ولازم كلنا نحط الاهلي في عينينا الاول، ولازم يعني عايز اقول لك ايه يعني نبقى قريبين الاصلح